في إطار إعطاء إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا دورة 2023 متواجدين اليوم بثانوي حمو عثمان بخير الدين لمرافقة أبنائنا في هذا العرس التربوي للإشارة بأن في ولاية مستغانم يتجه اليوم نحو هذا الامتحان 13104 مترشح من بينهم 3322 مترشح حر موزعين على 41 مركز إجراء من بينهم 11 مركز للأحرار يأطرهم 2950 مؤطر كل الظروف يعني جاهزة لإعطاء إشارة الانطلاق هنا من هذا المركز وعبر كافة مراكز الولاية بالنسبة لكل المصالح حاضرة معنا لتأطير هذا العرس التربوي بما فيها الفرق الطبية يعني مديرية الصحة الأمن الحماية المدنية فرق مراقبة الوجبة والمرافق الصحية الأساتذة الحراس المؤطرين النواب يعني حتى وسائل الإعلام نشكركم على مرافقتنا في هذا الحدث الهام. إذا نطمنوا الأولياء أن أبنائنا في ظروف جد عادية لاجتياز هذا الامتحان اللي يعتبر كباقي الامتحانات اللي تعودوا على اجتيازها طيلة السنة.